تكتيك بيلباو خيطافي، شنا كيفاش كانت المباراة، مباراة اللي كانت قوية جدا، وين شنا كيفاش خيطافي وين سجل في الشوط الأول في الدامين الذي سجل دامين سواريز اللي سجل اللي سجل في الدقيقة 36، شنا خيماي ماتا الذي سجل في الدقيقة 50 عن طريق ضربة جزاء، وين قضاو على أحلام أتليتيك بيلباو، وين شنا كيفاش جابرياك اللي دخل بخطة من جانب أتليتيك بيلباو، المدرب اللي دخل بخطة 4-2-3-1، شنا كيفاش المدرب تاع خطافي اللي دخل بخطة 4-4-2، يعني كانت المباراة وين شنا كيفاش ما ننساوش الحارس تاع خطافي دافيد سوريا اللي انقذ المرمى تاعو من عده اهداف. ما نقولوش بلي ما لعبوش ولا اتليتيك بيلباو لعب بقوه، وشنا كيفاش نسبه الاستحواذ 71% نسبه استحواذ، 455 تمريره لاتليتيك بيلباو، شنا كيفاش خطافي 103 تمريرات فقط 32% نسبه استحواذ. شنا كيفاش نقولوا بلي اتليتيك بيلباو وين نورمال بكل ثقه ليه، نقولوا بلي كانت شنا بودري اللي ضيع هدف في الدقيقه 63، شنا مارتينيز الذي ضيع الهدف في الدقيقه 86، يعني شو هدفين محققين اللي ضيعوهم، شنا كيفاش ارتيز شنا ابري شنا ادري ادريا كابا شنا اسيار شنا ايكار راؤول غارسيا، يعني كانت داني غارسيا شنا اوني لوبيز اللي خرجوا الدقيقه 68، شنا يعني كانت المباراه كانت شيقه، وشنا كيفاش خطافي عرف كيفاش يسجل الفرص اللي جاوه، زوج فرص جاته فرصة في الشوط الأول، الشوط الثاني جاته فرصة ضربة جزاء في الدقيقة 50 سجلها وتراجع الوراء. شنا كيفاش ربع ساعة الأخيرة وين أتليتيك بيلباو وين رمى بكل ثقة ليه، بعد الفامينيت من 70 رمى بكل ثقة ليه، خدش عليه شنا كيفاش خطافي كيفاش تراجع الوراء، قاعد يلعب خطة بالكرات مرتدة ولا يلعب بالكرات المرتدة، شنا كيفاش الخطافي وين نعمل المستحيل من أجل تسجيل أهداف لكن بدون جدوى، شنا كيفاش دافيد تيمور شنا خوري شنا ديفرسون شنا مارك شنا ماورو شنا آلين ماتيس من جانب خطافي الذين قدموا مباراة كبيرة، مباراة في المستوى. هذه هي المباراة الجولة 22 دور الإسباني الدرجة الأولى أتليتيك بيلباو خيطافي سعيد.